هذا الرؤية المحافظة هي التي تجعل الحكومة اليوم عاجزة عن تقديم سياسة متكاملة واستراتيجية متكاملة تجيب على الانتظارات ديال النساء المغربية، سواء في الجانب المتعلق بالحقوق الأساسية أو في الجانب المتعلق بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور، أو في الجانب المتعلق بإعمال عدم التمييز. وبالمناسبة إذا قمنا بتقييم سريع للسياسات ديال الحكومة التي يقودها الحزب الذي تعرفونه واللي يمثل عنوان هذه النزعة المحافظة في المجتمع، مدعوما طبعا بالذراع الدعوي، مدعوما بالذراع الدعوي. إذا قمنا بتقييم، ونحن قبل ما دائما كنديروا التقييم في مواجهة مستمرة مع هذه النزعة المحافظة، إذا درنا تقييم للسياسات الحكومة التي يقودها حزب يمثل نزعة محافظة ذات تصورات وذات أطروحات محافظة بالمعنى السلبي، لأن يعني كنا محافظين وخصنا نكونوا محافظة ما كتعنيش تنكر مقومات الأصالة والهوية ديالها، ولكن المحافظة هي نزعة تسعى إلى إقامة واحد النوع من نمط من العلاقة بين الرجل والمرأة، علاقة دولية تحتل فيها المرأة المرتبة التالية والمرتبة المتدنية. إذا درنا تقييم السياسة العمومية غادي نلقاو بأننا عندنا مشكل حقيقي، وهو أن هذه النزعة المحافظة ذات المضمون النقوصي والرجعي اليوم، هذه النزعة المحافظة التي تقود الحكومة وتتغلغل بفعل عمل خفي لا يسلط عليه الأضواء ديال الإعلام، تتغلغل وتسحب في مختلف أنقاص المجتمع. اليوم عندنا الحركة النسائية المغربية خصوصا التيار الديمقراطي الذي ينشد الحداثة كأفق ويسعى إلى إقرار الفعل للمساواة والمراصفة وكل ما جاء في الدستور من مكتسبات، هذه الحركة النسائية وقوى المجتمع التي تتقاسم معها نفس التوجهات ونفس القناعات، هذه الحركة النسائية تواجه اليوم عائق حقيقي، وهو أنه عندنا نزعة محافظة تمسك بالقرار الحكومي. وأنا أريد أن أستأذنكم نفصل شوية في هذا الموضوع بحكم الضمة الاختصاص، بحكم أني رئيس فريق برلماني يوميا في إطار العلاقة مع الحكومة تنصطدم بهذه السياسات ديال الحكومة فيما يتعلق بقضايا الانتظارات المغربية، وتلقوا بأن هناك عائق حقيقي.